مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه The Unleashed. الفيلم بيبدأ مع إيما، شابة جميلة جدا مهتمة بمطالعة النجوم وأخبار الأبراج أول بأول، وبتكون بتحب الحيوانات جدا وعندها كلب وقطة بتحبهم ومتعلقة بيهم، لكنها ما كانتش بتقدر تربيهم معاها بسبب إن حبيبها لوك عنده حساسية من الحيوانات، فبتسيبهم في الملجأ بتاعهم وبتروح من وقت للتاني تطمن عليهم. لكن مع الأسف لوك بيطلع ما يستاهلش التضحية دي منها، لأنه في يوم بتكون إيما عاملة مشروع على هيئة برنامج على اللابتوب بتاعها، ولما بتوريه للوك بيعجبه جدا فبيسرق الجهاز بتاعها وبيمسحه من عندها علشان ما تعرفش تشوفه تاني. وطبعا ما بيكونش في وقت إنها تعمل واحد غيره، لأن الوقت اللي فاضل على التسليم بيكون ضيق جدا، وبيزيد وجعها وصدمتها لما بتلاقي لوك نشر المشروع بتاعها ونجح واتشهر بيه مع إنه ما تعبش فيه دقيقة واحدة. فبتقرر إيما إنها تنسى وتعمل الحاجة اللي كانت نفسها تعملها ومنعها عنها ارتباطها بلوك، وهي إنها تربي الكلب والقطة اللي هي متعلقة بيهم. فبتروح تاخدهم وبتدور على مكان يقبل إنها تقعد بيهم فيه وتتبناهم. وفي يوم بتقابل شاب في الجنينة اسمه كارل، بيقول لها إنه ممكن يساعدها لو حبت ويلاقي لها شقة تقعد فيها مع حيواناتها، وفعلا بيجيب لها الشقة. وبتشوفها قاعدة في البيت هي وكلبها والقط بتاعها بيتفرجوا على مسلسل إيما المفضل اللي بيكون البطل بتاعه اسمه دييجو. فبتبص إيما للقط بتاعها وبتقوله إنه أكتر حاجة بتميزه هي خصلة الشعر الأبيض اللي في وسط شعره، وبتكون مبسوطة جدا وهي معاهم. وتاني يوم بتروح الشغل بتاعها وبتكون واخدة الحيوانات معاها علشان ملهاش حد تسيبهم معاه، وبتقابل صاحبتها نينا في الشغل واللي بتقول لها إن النهاردة القمر هيقرب من الأرض وهتحصل طاقة رهيبة هتغير أقدار كتير جدا، فلازم تكون في البيت بتاعها قبل الساعة 9:35 دقيقة علشان تتفادى الطاقة دي واللي ممكن تعمله فيها. فبتقول لها إيما إنها مش بتؤمن أصلا بالطاقة وكل ده، وإنه كلام ملوش وجود من الأساس في نظرها. وفي طريق رجوع إيما للبيت بتكون راكبة عجلة، فبيجي واحد من وراها يوقعها بالعجلة بتاعتها وبيجري عليه الكلب علشان ياخد لها حقها، لكن إيما بتنادي عليه علشان ما يبعدش وبيرجع لها، وبتاخد القط والكلب في حضنها علشان تطمن إنهم بخير. ولما بتروح البيت بتلاقي كارل هناك بيصلح شوية حاجات، فبيقول لها إنه هيصلح السقف ويمشي على طول. ولما بتيجي الساعة 9:35 دقيقة بيطلع الكلب والقط من البيت لأن كارل مشي ونسي الباب مفتوح. ولما بينزلوا الشارع بينزل عليهم شعاع طاقة يحولهم لبشر، وبيكونوا مش لابسين حاجة، فبياخد القط جاكيت من ست ماشية في الشارع والكلب بياخد كيس يلفه على جسمه، وبيكونوا جعانين جدا فبيوقف الكلب على العربية أكل وبياكل البواقي اللي عليها، وبيكونوا مش عارفين يعملوا ايه ولا يتصرفوا ازاي بعد اللي حصل لهم. فبيقول له القط انهم لازم يشوفوا الناس بتجيب فلوس ازاي عشان يعرفوا يعيشوا، وبيقول له كمان انهم لازم يلاقوا إيما لانها اكيد زمانها هتتجنن عليهم دلوقتي، والقط بيكون مقرر يلاقيها الاول ويفضل معاها، وده لانها مستحيل تفضل بتحب الاثنين بعد ما تحولوا رجاله. بتروح إيما لكارل وبتشتكي له ان حيواناتها ضاعت وهي مش لاقياهم في اي حته وبتفضل تعيط، فبيساعدها كارل وبيعملوا اعلان عنهم وبيعلقوه في الشوارع مع ارقامهم عشان لو حد لقاهم او شافهم يكلمهم، لكن محدش بيلاقيهم لانهم ما بقوش موجودين على هيئتهم القديمه. بيروح القط المكان بيلاقي فيه شباب كتير داخلينه فبيدخل معاهم، وبيطلع المكان ده شركه لعروض الازياء، والناس هناك بتعجب قوي بطريقه عرضه ومشيته على الكات ووك وبيشغلوا معاهم. ولما بيسالوه عن اسمه بيفتكر دييجو بطل مسلسل إيما المفضل، فبيقول لهم ان اسمه دييجو. وبيكون الكلب ماشي في الشارع وبردان جدا فبيشوف ملابس بتتباع فبيسرق منها من غير ما حد ياخد باله وبيلبسها ويمشي، وبيتفاجئ بشخص قدامه واقع على الارض بيتألم جدا وما بيكونش عارف ايه السبب. ولما بيحاول ينادي على اي حد علشان يلحقه محدش بيرد، فبيقوم شايله وجاري بيه بسرعه على المستشفى. واول ما بيوصل بيلاقي مجموعه شباب وراه بيطلبوا منه انه يعلمهم يبقوا اقوياء زيه، فبيوافق لكن بشرط انهم يدوله فلوس التدريب مقدما، وهم كمان بيوافقوا وبيعرفهم الكلب بنفسه على انه سام. بياخد سام الفلوس وبيروح على مطعم لانه كان جعان جدا، واول ما بيدوق الريد بول بيفضل يلحس فيه بالطريقه اللي كان متعود عليها، وبيكون مستغرب من طعم السكر اللي عمره ما دقه قبل كده، فبيديله الجاسون شاليمو علشان يشرب بيه. ولما بيكون ماشي في الشارع بيلاقي الاعلان اللي إيما نشرته متعلق فبيخلعه وبياخده معاه، وقدام شويه بيشوف اتنين بيلعبوا بالطبق الطاير، فما بيقدرش يمسك نفسه وبيروح يمسكه ببقه ويجري. وبالليل بنشوف كارل وإيما وهم مع بعض، وبتقول له إيما إنها بكرة بعد الشغل هتعدي عليه عشان يدوروا على الحيوانات بتاعتها. وتاني يوم في الشغل بتقرر إنها تعمل برنامج جديد بدل اللي لوك سرقه منها، وبتكون حاطة هدف إنها تخلصه بسرعة قبل ميعاد التسليم. وبعد الشغل بيروح لها القط اللي بقى اسمه دييجو، وبيكون لابس لبس شيك جدا، وبيقول لها إنه جالها لأنه شاف الإعلان اللي هي نشرته وعارف مكان القط بتاعها، فبتروح معاه من غير تفكير.
وبياخدها للسوبر ماركت وبيشتري لها مية وهو بيشتري لنفسه لبن، وبياخدها وبيروحوا الجنينة. فبيشوفهم سام بالصدفة لأنه بيكون اتفق مع الشباب إنه يدربهم هناك في الجنينة، وبيكون عاوز يخلص منه علشان يروح لها هو. فبياخد مسدس مية من طفل في الجنينة وبيرش عليه علشان عارف إنه القطط بتتضايق من المية، وبيستأذن دياجو وبيمشي. فبترجع إما تاني لشغلها، وهناك بتلاقي سامي اللي مستنيها بعد ما قدم على طلب تدريب في المكتب اللي هي شغالة فيه، وبيطلب منها إنه يخرج معاها، وبيقول لها إنه شاف الكلب بتاعها وهو بيتخانق في الشارع مع مجموعة كلاب، وإنه عاوز يقابلها أكتر عشان يحكي لها عن الكلب بتاعها. فبتقول له إما إنها حاسة إنها تعرفه من زمان ومش أول مرة تشوفه، وبتاخده بتروح عند بيتها، وبتلاقي كارل جاي لها علشان يكملوا تدوية على الحيوانات، لكنها بتقول له إن دييجو جاي لها، وبيكون سام واقف معاها. فبيجي دييجو وبكده بيكون هما الاثنين مع إما، وبيحاول دييجو يبعد سام عن طريقه، فبيطلع كورة وبيحدفها بعيد على العربية، وده بيخلي سام يجري ورا العربية وبيسيبهم لوحدهم. فبتخرج هي مع دييجو مع بعض، وبتحس إما بمشاعر إعجاب ناحيته بسبب إن شهرته مش مأثرة عليه، بل بالعكس هو شخص عفوي جدا. وبيكون دييجو اتشهر بسبب إعلانات شركة الأزياء اللي بيشتغل فيها، وفجأة الهوا بيطير الشال اللي على إما فوق الشجرة، فبيتسلق دييجو الشجرة علشان يجيبه، لكن ما بيقدرش ينزل وبيكون خايف جدا، فبيطلبوا له المطافي تنزله بالسلم بتاعها، وبتاخده معاها للبيت. وأول حاجة بيعملها لما بيدخل بيروح ينام على الكنبة اللي كان متعود ينام عليها قبل ما يتحول، لأنها كانت وحشة جدا. وبيطلع هو وإما لسطح البيت، وفجأة بيشوف قدامه فار، فبيقول لها إنه لازم يمشي حالا علشان عنده شغل بدري، وبيلاقي إن سام هو اللي كان معلق له الفار علشان يخليه يروح ناحيته ويبعد عن إما. فبيفضلوا يتخانقوا بصوت عالي، وده بيزعج كارلو بيصحيه، فبيطلع يزعق لهم ويقول لهم انهم لازم يحافظوا على إما ويحاولوا يفرحوها. ولما بيكونوا ماشيين بيشوفوا الراجل اللي وقع إما من على العجلة قبل كده، فبيلاقوا ان دي فرصة مناسبة علشان يحاصروه وياخدوا الإما حقها منه، وبياخدوا منه العجلة بتاعته، وبيتفقوا انهم ما يتخانقوش مع بعض تاني ويعملوا كل اللي يقدروا عليه علشان يفرحوا إما. وفي يوم بيطلب دييجو انه يبات معاها يوم، فبتلاقيه نايم فوق راسها زي ما كان بينام وهو قط، وحتى سام بينام تحت رجليها زي ما كان متعود، وكارل كمان بيكون بيعمل اللي في وسعه علشان يبسطها. ولأن سام موجود مع إما في نفس الشركة، فأي حاجة بتحتاجها كان هو اللي بينفذها لها، وبيكونوا كل الموظفين هناك بيحبوه وبيحبوا يتكلموا معاه. وبسبب السعادة اللي إما حاسة بيها مع سام ودييجو، بتقرر إنها تنجز المشروع بتاعها وتخليه أحسن وأقوى من القديم علشان تفوز على لوك. ولما بتحكي لنينا صاحبتها بتقول لها إنها شايفة إن لوك لازم يساعدها لأنه عامل مشروع ناجح ومكسر الدنيا، فبتحكي لها إن المشروع بتاع لوك أصلا كان بتاعها وهو اللي سرقه منها وكتبه باسمه. وبيكون سام واقف وراهم وسمع كل الكلام واتضايق جدا. وفي يوم بتكون إما ودييجو مع بعض في البيت، وبتلاحظ حاجة غريبة جدا، وهي خصلة الشعر الأبيض اللي كانت بتميز القط بتاعها. فبتروح لكارل بسرعة وبتقوله إنها هتتجنن من اللي بتشوفه، ولأنها شكة إن دييجو القط بتاعها وتحول لبني آدم بسبب حركاته الغريبة ومشيته وحتى شعره. وبتروح لسام وهي معاها كورة علشان تتأكد منه هو كمان، وبتفضل تلعبه بيها زي ما كانت بتلعب كلبها، وهو بيكون متجاوب معاها جدا، فبتعرف إنه الكلب بتاعها وبتحضنه وهي فرحانة، وبتعرف إن دييجو هو كمان القط بتاعها. وبيجي يوم تسليم المشروع وبيكون لوك هناك ومع المشروع اللي سرقه من إما، فبيروح سام ناحيته وبيبوسه لأنه عارف إنه عنده حساسية من الحيوانات. فبيدخ لوك وبيكون هيغمى عليه، بس بيمسك نفسه عشان يقدر يقدم المشروع. ولما بيكون لوك واقف بره مع الحضور بيدخل سام للقاعة اللي هيقدم فيها لوك مشروعه، وبيمسك المايك بتاعه وبيقعد يمسح جسمه فيه، وكمان بيشرب من المايه اللي قدامه علشان لو شرب بيتعب اكتر، وفعلا بيتعب لوك جدا وبينقلوه للمستشفى ومش بيقدر يكمل تقديم المشروع. فبتيجي فرصة إما وبتفوز عليه فعلا زي ما كانت عايزة، وبيكونوا سام ودييجو فرحانين بيها، لكن بيحسوا إن دورهم كبشر انتهى وإن القدر حولهم لبني أدمين بس علشان يساعدوها في نجاح المشروع، وإنهم خلاص هيرجعوا حيوانات من تاني. وفعلا بيرجعوا قط وكلب زي الأول. وبعد مرور 6 شهور من نجاح مشروع إما بترتبط هي وكارل، وبيعيشوا مع بعض حياة سعيدة هما والحيوانات في بيت واحد. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.